مصطفى فالبطل الوعيد وصاحب مروكو تايمان رشيد بن مزيان واحد من المنظمين لسباقات دوليه كتالق ان شاء الله في قادم الدورات المرتبه الثالثه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ديالي مبارك الراس المنتمي لمدينه طاطا المنتمي لهم بلانتيك بن كبير. الحمد لله شارك في هذا السباق على الطريق. الحمد لله هذا الشيء ما جاش عن اهمال. الحمد لله جا عند تدريب مكتفى رفقه الاطار ديالي رشيد ايت بن سالم بالديه الامريكيه. والحمد لله كنشكر كاع اللي سهروا على تنظيم السباق. جات اجواء مزيانه وكنشكر جميع الدائمين اللي قدموا مجهودات كبيره. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مشاركه لي لمدينه طاطا وانا فرحانه بهذا الفوز اللي كنفوزوا اليوم بمدينه طاطا. كنشكر الناس الجمهور ديال طاطا على التشجيعات. صراحه كان الباركور في المستوى والتنظيم في المستوى وانا فرحانه بهذا الفوز ديالي. وهذا الفوز ديالي كان هديه الزوج ديالي حشام عبد القادر والام ديالي والعائله ديالي اللي كتقب مدينه اسازاك. محمد اليوسفي مدرب العاب القوى ومدير تقني اتحاد غادي بلدي الايت ملول. اول مره نحضر لطاطا باش نحضر هذا العرس الرياضي البهيج. وفي الحقيقه ان هذا التظاهر دازت واحد المستوى عالي وما يمكنش تدوس على مستوى عالي وما يكونش هذا المنظمين في هذا المستوى، وسائل الاعلام في هذا المستوى، السلطات المحليه في هذا المستوى، وحضور السي مولاي ابراهيم بوطيب بطل اولمبي. ما يمكنش يحضر هنا كل ما كانت هذا التطور عند واحد الصيد عالمي. السي مولاي رشيد بن مزيان اللي هو عضو في المكتب التنفيذي ديال اتحاد الجمعيه الدوليه للماراثون والسباق على الطريق، هو عالم، هو منظم واحد عدد السباقات في المغرب ومدير تقني واحد العدد كبير ديال الماراثون الدوليه، على ماراثون سانتياغو، ماراثون فالنسيا، ماراثون اثينا، ماراثون امستردام، عضو صيد عالمي. الحضور ديالو هنا دليل على ان طاطا في المستوى العالي. وحضورنا كلنا جينا باش نشاركوا معكم التظاهره وهذا الاحتفال. ونتمنوا ان الدوره الثانيه ان شاء الله تكون في المستوى، تكون هكذا، لان التعدادي راه كانت في المستوى العالي. العدات اللي حضروا هنا هما معدات في المستوى العالمي. ما يمكنش نعرفوا بان كلتم بوعسريه في المنتخب العسكري، المنتخب الوطني، شاركت في عدد السباقات الدوليه في الرتبه الثانيه بطلة حياة بن هنية. هذه أربعة مرات بطولة المغرب، أربعة مرات، وشاركت في أواخر شاركت في ماراثون لاس بالماس، دات في الرتبة الرابعة، شاركت 10 كيلومتر إيمير لوبي هولندا، وشاركت في ماراثون فالنسيا دات في الساعة 16، وآخر حضور ديالها جوج الأسابيع حضرت شاركت في ماراثون فالنسيا وحطمت في الرقم القياسي ديالها، والرقم القياسي ديالها جهاز المستدرة اللي هو ساعتين 41. وحضور ديال هذه العدات الوازنات وحضور على أن هذه التظاهرة في المستوى العالي، لا على مستوى التنظيم، لا حتى على مستوى الناس اللي نظموها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وصلوات الله عليهم. أولا كنشكر الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والاسم الشخصي المعيسي محمد نادي أولمبيك تشيا لعب القوى، 10 أطفال و15 أحفاد. الحمد لله أنا شاركت الدورة الثانية هذه في مدينة طاطا، وكيبركوا بيا الناس ديال طاطا، والحمد لله شارك واحد الفئه كثيره من السباقات. وكنشكر كذلك المنظمين ديال طاطا والشباب ديال طاطا، ورشيد بن مزيان هو اللي نظم طاطا، هو مولاي ابراهيم بوطيب. والحمد لله انا شاركت جميع المناطق ديال المغرب من داخل طنجه، وكننصح الشباب ديال طاطا وديال المغرب كامل على الدراسه والرياضه وبر الوالدين والصلاه، وكننهي الشباب على التدخين والمخدرات والمسكره والتعاطي لهذه الخطيره السم القاتل وهو التدخين. والحمد لله كنحمد الله ونشكره على هذه الموهبه اللي عطاني. 74 سنه وشاركت في المغرب كامل، المناطق المغرب من طنجه الى الداخله. الحمد لله الحمد لله كنحمد الله ونشكره على هذه الموهبه. وكنتمنى الشباب، وكنشكر سعد العامل على اقليم طاطا، وكنشكر جميع المناطق المغرب، جميع المنظمين ديال السباقات ديال الرياضه، لان وقايه المنظم بحال عالم، بحال العالم كيجلب الشباب على باش يهربوا على التدخين والمخدرات والمتسكرات. سمعت؟ والرياضه هي مهمه للجسم ومهمه للاعصاب، مهمه للتنسيون، مهمه للدهنيات، مهمه لجميع المكونات ديال الخطر. هي الرياضه هي المهمه. والحمد لله
هذا شرف لي باش جيت شرف هذه مدينه طاطا، ونتمنى التوفيق الله ان شاء الله الصحه والسلامه. اولا كنشكر الناس ديال طاطا لان اول مره كنجي لطاطا، لان واحد المجموعه ديال الاساتذه داروا هذا السباق هذا وعرضوا علينا، وجينا انا والاخ رشيد بن مزيان جينا ساهمنا بهذاك الشيء اللي قدينا عليه. واحد المجموعه ديال الاخوان تا هما معنا نيت في مروك تايمز، والسباق داز بمستوى، والمطاف تا هو بمستوى، لان انا اللي عبرت هذاك المطاف قبيله وهذا، والجمهور حاضر بقوه، ونتمنوا الخير لهذه المدينه هذه تستعرض الرياضه، لان الرياضه راها ثقافه قبل ما تكون رياضه. وشكرا. محمد اكرم في المنصب الثاني وحيد المدينه طاطا، نتمنى انكم صفقوا على الضراره. مبارك الراس. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.